موقع أز العربي قال أن مسؤولين نادي الترجي التونسي نفوا دخولهم في أي مفاوضات رسمية أو غير رسمية مع المدرب المصري أحمد حسام ميدو عشان يتولى تدريب الفريق الكروي الأول في النادي خلفا للمدرب الحالي معين الشعباني. بيقدم الترجي في الموسم الجاري أداء لافت تحت قيادة معين الشعباني، بيحتل الفريق دلوقتي المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري التونسي وبرصيد 49 نقطة وبفرق 9 نقط عن صاحب المركز الثاني ومطاردهم المباشر فريق الصفاقسي التونسي.